أخبار إفريقيا من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم. قدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات المميزة. أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو سيدي محمد عمار أن استفتاء تقرير المصير لا يزال الحل الوحيد القائم على التوافق الذي قبله الطرفان وزكاه مجلس الأمن. الدبلوماسي والأكاديمي الصحراوي وفي مداخلة قدمها في معهد العلاقات الاقتصادية الدولية اليوناني بالعاصمة أثينا تحت عنوان الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، شدد على ضرورة تحلي مجلس الأمن الدولي بالإرادة السياسية لتمكين المينورسو من الوفاء الكامل بولايتها وإجراء استفتاء يمارس فيه الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والاستقلال بطريقة حرة وديمقراطية. دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الأحزاب السياسية إلى العمل معاً من أجل مصلحة البلاد بعد خسارة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه. وأظهرت النتائج الرسمية فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ب 159 مقعداً في الجمعية الوطنية المؤلفة من 400 مقعد، وانخفاضاً من 230 مقعداً في تشريعيات 2019. قدم أعضاء من هيئة التدريس والأطر الإدارية بجامعة تطوان شمال المغرب عريضة إلى رئيسها للمطالبة بإلغاء اتفاقية شراكة مع جامعة صهيونية ووقف كل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل وكافة المؤسسات الجامعية التابعة له. ووقع العريضة أزيد من 600 أستاذ وموظف يعملون في 12 مؤسسة تابعة لجامعة المذكورة، في حين ينتظر إدراج مطلب إلغاء اتفاقية الشراكة مع الجامعة الصهيونية في جدول أعمال مجلس الجامعة المقبل. أصدرت ثلاث وكالات أممية تحذيراً شديداً من أن جميع المؤشرات تدل على تراجع كبير في وضع التغذية للأطفال والأمهات في السودان. وأكدت يونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية أن الوضع الراهن يفاقم العوامل المحركة لسوء التغذية بين الأطفال. كما أشارت المنظمات الثلاث إلى أن سوء تغذية الأطفال في السودان بلغ مستويات الطوارئ، حيث يعاني 15.6% من الأطفال وسط دارفور من سوء تغذية شديد، بينما تصل النسبة إلى 30% في مخيم زمزم.